سنة حلوة يا سيتي في، كل سنة وانت طيبة يا سيتي في، ودايما منورة بيوتنا، ودايما انت المنارة اللي بتنور قلوبنا وعقولنا كمان. خلينا النهاردة في حلقتنا نتكلم عن ونحيي كل امرأة. كل امرأة هي نمرة واحد عملها هو ولادها، تربية ولادها واهتمامها ببيتها واهتمامها بجوزها واهتمامها ان تربي جيل ونشئ تطلع يفتخر بيهم او هي تفتخر بيهم والمجتمع كله يفتخر بيهم. لكن في نفس الوقت ما تنسيش نفسك، مهم جدا انك تعملي كارير لنفسك، مهم جدا ان انت تكوني امرأة قوية تقدري تتحدي كل الصعوبات اللي ممكن تقابليها في حياتك. طبعا بما انك بتشتغلي لازم هتقابلك تحديات وصعوبات كتير، بما انك بتربي ولادك بالتأكيد برضو هتقابلك صعوبات وتحديات كتير. فالنهاردة احنا بنحيي كل امرأة بتكون قوية تقدر تعمل المعادلة الصعبة دي. عشان كده يا ميرفت النهاردة معانا رمز قوي جدا للمرأة، أو المرأة المثالية، المرأة اللي ممكن تكون جات على نفسها كتير جدا عشان شغلها وعشان بيتها وعشان أولادها. زي ما كل أم طول الوقت بتدعي يا رب احمي ولادي من أي شر، هي كمان كان طول الوقت بتدعي لأولادها. إزاي كانت شخصيتها قوية في شغلها، ممكن تكون قدوة لكتير مننا، بس في البيت هي أم وأجمل أم. معانا النهاردة دكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابق. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتورة، شرفانا ومنورانا في يوم مميز. مقدمة الرائعة دي. لا ولا أي حاجة، دي أقل من اللي حضرتك تستاهلي صدقيني. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور بك. والحقيقة يمكن أنا من محظوظة إن أنا شرفت من أنا أعمل أكتر من لقاء مع حضرتك على مدار سنوات كتيرة، لكن كمان حضرتك من الضيوف صديقة سي تي في. يمكن كنت معنا من بدايات سي تي في من 15 سنة الحقيقة، وحضرتك بتترددي على القناة وبنشكرك جدا لأنك دايما بتلبي دعوتنا. فخلينا نرجع لورا 15 سنة كده، كلمينا وإحنا في عيد ال 15 لقناة سي تي في، تقولي إيه النهاردة لسي تي في وبدايات سي تي في؟ ليها ذكريات بالتأكيد مع حضرتك، ريتك برضو يا ريت تقولها. طبعا اول حاجه بقولها ان انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وبشكر دكتور باسيلي على اللي عمله، ربنا ينيح روحه، وبشكر سياده النائب ايليا باسيلي لتكمله المسار، وكل حضراتكم اللي في القناه. كانت الحقيقه سي تي في يعني زي ما بيقولوا هي الكنيسه التي في بيتي يعني، بس مش بس بتتكلموا على ما هو ديني، ودي اللطيف جدا فيكم انه في حاجات اجتماعيه، حاجات علميه، مش بس الديني. وكان الحقيقه اول برنامج تقريبا جيت فيه كان شباب حكايه، وده كان بخصوص الشباب المبتكرين. وبعد كده انتوا عملتوا موضوع جميل جدا مع قداسه البابا، ان انتوا دعيتوا الشباب ودعيتوا رجال الاعمال، وبالتالي اديتوهم فرصه للتواصل مع رجال الاعمال وتنفيذ أعمالهم. كان في برامج تانية كتير، منها كمان التوعية ضد الأورام السرطانية وضد التدخين. فكل المشاكل الاجتماعية حضراتكم بتخشوا فيها، لو قعدت أقول كله مش يعني الوقت مش هيكفي. أكيد دكتور نادية، يعني عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي بيميز قناة سي تي في عن القنوات الفضائية الأخرى؟ اللي بيميزها أولا الجدية، الأخبار بطق في أي خبر بيتقال، معتدلة زي ما قلت، انها فيها جزء ديني وجزء اجتماعي وجزء علمي وجزء للسيدات، فهي شاملة. ده اكتر حاجة بتميزها، والصدق في الكلام، عدم المبالغة وعدم نشر اشاعات. صحيح، المصداقية والشفافية. المصداقية والشفافية ده حقيقي، وده اللي بتمتاز بيه قناة سي تي في. ويمكن دايما بنقوله بنردد ان اي حد او بالذات اقباط المهجر لما بيسمعوا ان بيكون في اي عملية ارهابية، اي حادثة معينة، هتلاقيهم على طول يفتحوا سي تي في، لان واثقين ان احنا مش هنقول كلمة الا لو كانت صحيحة. صح. في مصداقية في القاء الخبر. خلينا ارجع لحضرتك، وبالتأكيد حضرتك متابعة لبعض، هنقول بعض البرامج، لكن أكتر برنامج ممكن حضرتك تحبي أنك تكوني متابعة ليه هو إيه في قناة سي تي في؟ هو طبعا شباب حكاية، بيبقى أكتر واحد قريب ليا.
بعد كده بتفرج بقى ممكن على حاجات مش متابعة، يعني الحاجات الإخبارية اللي هي يعني بتستضيف ناس فيها. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أول مرة أنا جيت هنا فالمستشار الإعلامي بتاعي كان مستغرب قوي إزاي أنا هاجي في قناة مسيحية وهو جاي معايا. بعد كده بقى هو اللي بيتابع البرامج، يعني ده الجميل قوي إن القناة بتتابع من مسيحيين ومسلمين لاعتدالها فعلا، بتتابع من القاهرة ومن مصر ومن الخارج في أمريكا. وقت أخويا يكلمني أسمع نفس اللي أنا بسمعه. فبرامجكم كلها الحياة حلوة يعني، بس يمكن أكتر واحد بهتم بيه هو شباب حكاية. طيب دكتور، يعني ممكن مثلا يكون في برامج او حلقات معينه من حضرتك بتشوفيها ممكن تكون اتذاعت على قناه سي تي في واثرت في حضرتك بشكل ما، لو تفتكريها مثلا او تقولي لنا حاجه منها معينه؟ هو اكتر أو اخر حاجه كنت فيها معاكم هي دي اللي انا اقدر اتكلم عليها. انا قصدي مثلا من الحلقات اللي بتتعرض، من الفقرات او البرامج اللي بتتعرض، كان في مثلا فقره معينه في اي برنامج او حدث معين ممكن يكون حصل حضرتك ممكن تقول لنا عنه؟ ما هو اللي انا اقدر اتكلم عنه فعلا اللي هي اخر حلقه كنت فيها، وده كان اول برنامج واول اذاعه، اول يعني حاجه تلفزيونية تعلن عن نشاط جديد احنا عاملينه في معهد الأورام. فده طبعا عشان كده أنا مهتمة بيه. كان مش بس الاكتشاف المبكر، الاكتشاف المبكر دي حاجة قديمة بنعملها، لكن احنا بنعمل توعية للسجاير، للنفسية بتاعت المريضة أو المريض. فده كان حاجات جديدة. هو البرنامج تقريبا كان الموضوع في برنامج من يجدها، أنا مش متذكرة اسمه. كان في برنامجنا هنا من يجدها، ممكن يكون في أكتر من برنامج، كان في برنامج تاني بس مش متذكرة اسمه. كان معايا وقتها العميد بتاع المعهد وأحد برضو الأساتذة، ويعني كانت أول مرة نعلن عن هذه الوحدة إنها اتنشأت في معهد الأورام. فده كان يعني بشكركم جدا على إنكم بتنشروا للناس إزاي يتواصلوا للخدمات اللي الدولة بتتاحها ليهم. نرجع لبرنامج المهتم بقضايا المرأة وبكل ما يخص المرأة، وهو طبعا من يجدها. الحقيقة احنا شرفنا باستضافة حضرتك اكتر من مرة في البرنامج، وخلينا نتكلم ونعرف من حضرتك كامرأة تحبي تشوفي ايه في من يجدها. انا عارفة طبعا اكيد حضرتك يعني مش متابعة كل الحلقات، لكن متابعة بعضهم بعض طبعاً. الحلقات بعدين من يجدها من البرامج الجميلة جدا اللي فعلا بتستضيف نماذج ناجحة بتدي ثقة للناس في المرأة. لأن يمكن المرأة اللي يعني كافة المجتمع مش مقدر قوي دورها، سيبنا من السياسة والرئيس والوزراء وكده مقدرين دورها، لكن لما ننزل للمجتمع لا كتير قوي مش متخيلين ان المرأة ممكن زي ما حضرتك قلتي بتدي للمجتمع وبتدي لبيتها بنفس القدر. واللي شاطر في مجال شاطر في التاني، مش ممكن هيسيب حاجة هيسيب بيته على حساب الشغل او العكس. يعني حابة طب تشوفي اكتر في ايه في من يجدها، من يجدها او بوجه عام في اي برنامج للمرأة في نقاط كده سريعة، ايه البرنامج المفروض محتواه يكون عبارة عن ايه؟ 1، 2، 3. هو انا شفت نماذج ناجحة كتير، اوكي مش عايزة اقول اسماء لان مش عايزة انسى اي اسم، لكن نماذج كتير كانت ناجحة فعلا. اللي انا حباه توضيح دور المرأة في المجتمع وفي بيتها، وانها ما بتوفق بين الاتنين. يعني ما فيش واحدة بتهمل بيتها علشان شغلها ولا العكس، لو اشتغلت بتدي شغلها. الحاجة التانية مش معنى ان واحدة ما بتشتغلش ان هي مقصرة، بالعكس يعني ست البيت هي محترمة جدا برضو يعني. تمام. طب يا دكتور بما اننا بنتكلم عن المرأة وبرنامج من يجدها، استقبلتي حضرتك ازاي
المكالمة اللي قالوا لحضرتك فيها ان هتبقي وزيرة في وزارة مهمة زي وزارة البحث العلمي وفي حكومة دكتور كمال الجنزولي، وعايزين نعرف من حضرتك الكواليس، يعني بيكلموا حضرتك يلا معانا في الوزارة وبتتشكل وفي تشكيل وزاري، احكي لنا بقى عن الكواليس. بصي، هو قبلها بخمس سنين في حد كلمني وقعد يسألني أسئلة خاصة، عندك إيه، درسة فين، عاملة إيه، الكلام ده كله. فأنا بصراحة قلقت يعني، فنزلت للعميد فقال لي ده هما بيشكلوا وزارة جديدة فممكن قوي تكوني وزيرة. خلاص ما اتخدتش في الوزارة دي، ما فيش أي مشكلة. هما دايما لما بيتكلموا ما بيقولوش ليه، خوفا من إن أنا أزعل أو أي حاجة لو أنا ما اتخدتش، بس ده ما كانش على بالي. بعد خمس سنين أيام دكتور جنزولي كلموني، كنت يومها قاعدة من الصبح لحد الساعة 8 بشتغل وفي محاضرات وفي حاجات، وبعدين كلمني بيقول لي دكتور جنزولي عايز حضرتك في وزارة الاستثمار. بصراحة أنا الأول مش عارفة التليفون ده جد ولا لا، حضرتك عارفة في تليفونات كتير بتيجي هزار كده يعني. فبعد شوية كلمني حد تاني فعرفت بقى لأنه جد. مش عايزة أقولك بقيت أقدم رجل وأخر رجل لأن مرحلة جديدة، خطوة جديدة، مرحلة جديدة ومرحلة مش سهلة، ومرحلة مش سهلة يعني، والوقت ده ما كانش سهل تماما يعني. المهم لما رحت، هو بصراحة دكتور جنزوري زي الأب في إحساسه يعني، عارفة يديك الطمأنينة وانت قاعدة كده. فبيقول لي تقبلي تكوني معانا في الوزاره؟ قلت له اه، بس ايه اللي مطلوب مني؟ قال لي مادام انت بتدي انت هتعرفي ايه اللي مطلوب منك. طبعا كان سؤال ساذج جدا لان مطلوب مني كل حاجه في الدنيا يعني، وزيره دي فروم اي تو زد كل حاجه مطلوبه منها. بس دخلت بقى الوزاره، طبعا كان انا كنت قبل كده رئيس قسم فعندي فكره على الاداريات، ما كانتش صدمه الاداريات بالنسبه لي كبيره. قدرت اني اعمل حاجه لوزاره البحث العلمي زي مضاعفه الميزانيه، مش مضاعفه مره، ثلاث اضعاف يعني، زي زياده البدل بتاع الجامعه، لان للاسف كان الاستاذ الجامعي بياخد 30 جنيه بدل جامعه، وصلتها ل 3500. وكان معايا زميلي دكتور حسين خالد كان وقتها وزير التعليم العالي، فقمنا بالحسابات دي كلها على مطمضة هذا القرار كان في الوزارة التالية. برضو أنا كنت موجودة في الوزارة التالية. حيل جدا بصراحة يا دكتور. طب اسمح لنا يا دكتور أن ذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة. سؤالنا لحلقة 8 جدها، مين هم الثلاث نساء اللي اتذكروا في أنساب السيد المسيح؟ ويفضل يكون بالترتيب، وابعتونا على اللايف على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، وفي آخر الحلقة هنختار من ضمن الإجابات السليمة أو الصحيحة، هنختار فائز واحد يحصل على جائزة قيمة جدا من شركة الاستثمار العقاري بيتر هاوس. فما تنسوش ابعتولنا، وعلى قد ما هتقدروا تبعتوا، على قد ما هتفضلوا وتدوروا كده، هتكونوا ان شاء الله الفايزين معانا النهاردة. خلينا نرجع بقى لسؤالنا عن يعني، في مقولة دايما بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وبالتأكيد وراء كل امرأة عظيمة رجل بيدعمها، رجل بيسندها، رجل بيشجعها، وحتى قدام التحديات والصعوبات، ولو هي في يوم تعبت هو اللي هيقومها ويقويها. دور الزوج في حياة حضرتك كان إيه؟ طبعا كان بيشجعني في كل حاجة، ويمكن أنا من النوع اللي إيه، أما أقدم على حاجة أفضل أفكر يمين وشمال وخايفة من دي وده، لأ ده صح، لأ ده غلط. هو الحقيقة كان دايما بيشجعني، وكل ما أقول على تخوف عندي كان بيحللي هذا التخوف، بيخليني لأ أقدم على الموضوع. الحاجة التانية إن مش سهل إن أنا كنت أبقى بره البيت لمدة طويلة كده من غير ما الزوج يتضايق، ده طبيعي يعني. لا هو كان متحمل هذا. لا وحضرتك بتقولي انا مسؤوله من فروم اي تو زد، يعني مسؤوله بكل التفاصيل، فبالتاكيد بيحتاج وقت ومجهود كبير جدا من حضرتك. وحتى لما برجع البيت كمان يعني، لان الحقيقه الوزاره جات لي بعد ما بناتي كبروا،
يعني دايما حتى بتسأل السؤال ده، ازاي وفقتي بين الاثنين؟ قال لو كانت جات لي وبناتي صغيرين كنت رفضتها، لان الام وولادها صغيرين عليها مسؤوليه صحيح كبيره جدا. صحيح. لكن لما كبروا لا، مسؤوليتهم خفت من عليا. بما ان حضرتك يا دكتور ذكرتي في النص ان كان بناتي كبروا، نعلم اني وحضرتك بتعملي رساله الدكتوراه كنت حامل في بنت حضرتك الكبيره. اي ام بتعرف انها حامل؟ حامل في الصغيره. الكبيره في الماستر، انا في الماجستير، انا يعني كنت خلاص على ولاده، يعني في الاثنين كمان، في الاثنين، في المرحلتين اللي هم يعني مرحله حاسمه من حياه حضرتك كان فيهم حمل. طيب اي ام عامه بتعرف انها حامل خلاص بقى بتفضي نفسها خالص وبتتفرغ للبيبي، ومش هتحرك ومش هقوم ومش هعمل، انا لازم اروق اعصابي وهدي نفسي خالص عشان خاطر البيبي. حضرتك احكي لنا مر عليك الوقت ده ازاي وعملتي ايه؟ وانا حامل الحقيقه العمليه مش محتاجه تفرغ، البيبي جوه وانا مرتاحه رايحه جايه بيه. لحد انا كنت في الشغل مثلا الجمعه يوم السبت ولدت. بعد لحد يوم الجمعه يوم السبت حضرتك بتقولي ولدتي؟ ده لحد اخر وقت قبلها يعني. لحد اخر وقت، ويمكن انا كنت حاسه اني هولد، فابتديت اجهز حاجات في البيت بقى زياده يعني. بعد الولاده لا، حقهم بقى ان انا اقعد معاهم، فاخدت سنه بدون مرتب، والثلاث شهور بتاعت الوضع فبقوا سنه وثلاث شهور ما نزلتش الشغل، وكان عندي شويه اجازات كمان جمعتهم، فما نزلتش الشغل غير وهم بيمشوا وبيعبروا عن نفسهم وراحوا الحضانه، انما ما وديتهمش الحضانه وهم لسه بيتشالوا. يعني زي ما احنا فعلا كل ام ده احساس طبيعي، يعني ان انا هفضل مع اولادي مهما كان المنصب بتاعي طبعاً. مهما كان طموحي واحلامي واللي انا وصلت له، بس اولادي في الاولويه، هم الاهم، ومعاهم هقدر اعمل اي حاجه تاني. طبعا. وكان لسه قانون اللي هو السنه بدون مرتب طالع، ولما طلبت من العميد اخد سنه بدون مرتب قال لي لا انت استاف جامعه ما ينفعش. قلت له لا، بس استاف جامعه ست زي اي ست. ف يعني الحقيقه اللي ريحني ان انا خدت الاجازه دي، وما تاخرتش كمان في ترقياتي ولا في شغلي، فكله بيتعوض يعني. بعد ما رجعت اشتغلت عادي وكاني ما خدتش اجازه. هي فكره لما رجعت بقى، لما رجعت اي حد لما يشوف حد نموذج كده ناجح جدا، وبالاخص لما بتكون سيده، لان الحقيقه المراه بيكون عليها اعباء خارج المنزل وداخل المنزل، فتلاقي لسان حالهم على طول يسال هي ازاي قادره توفق بين الاثنين، ازاي قادره توفق بين شغلها وازاي قادره توفق بين بيتها. بالتاكيد الناس تقول ايه؟ بالتاكيد اكيد هيبقى في اخفاقات في اي منهم، يا اما اخفاقات بقى في الشغل يا اما في البيت. لكن دكتوره ناديه زخاري كانت قادره تعمل المعادلة الصعبة دي ازاي؟ يمكن أنا منظمة شوية، بحترم المواعيد قوي، فده كان بيريحني يعني. عارفة أنا الساعة الجاية هعمل إيه، الساعتين الجايين هعمل إيه، وهكذا. بورقة وقلم الحقيقة أنا متعودة أكتب كل حاجة. أنا النهاردة مفروض أعمل 1-2-3، ببقى سعيدة قوي وأنا بشطب اللي عملته ده يعني. لا حلو قوي. فده اداني فرصة أن أنا أوفق. الحاجة التانية ان وقت ما انا في الشغل مخي في الشغل، وقت ما انا في البيت مخي في البيت، بتعرفي تفصيلي. ولاد بيناموا ببتدي اشوف الرسالة بتاعتي، الكلام ده. ما افتكرش ان يوم ما كانتش التلاجة فيها الاكل وانا راجعة، ما افتكرش ان في يوم مثلا هم عندهم تدريب مذاكرة كنت بقعد معاهم. فعملية تنظيم الوقت دي أهم حاجة في الدنيا. يمكن اللي بينقص الست العاملة، المرأة العاملة شوية، الحتة الاجتماعية. أنا مش فاضية بقى أقعد أتكلم في التليفون كتير، مش فاضية أروح النادي. في وقت في حاجة أهم إن أنا أمسك يعني التليفون. مروح النادي حتى كان علشان أروح معاهم للتريننج بتاعهم، ومعايا ورق شغل بشتغل وهما بيتدربوا يعني، عارفة. فهي الحتة الاجتماعية دي يمكن طب يا دكتور ممكن مثلا شوي. كتير مننا يقول إيه،
انا سيده بشتغل، انا ما عنديش وقت، احنا ممكن نجيب اكل جاهز، احنا ممكن يبقى عندنا حد بيساعدنا، في خاصه في فتره تحضير الغداء ده بيبقى اكبر مشكله لاي واحده، يعني ان هي الوقت وكده. وبعدين لما يجي يفتكر او يبص يقول لك لا دي وزيره، يعني اكيد الوزيره مش هتخش المطبخ وتعمل اكل يعني بايديها. احنا عايزين نعرف من حضرتك، هل حضرتك فعلا كنت بتخش المطبخ زي كلنا ونعمل اكل؟ يعني انا اجيب واحده تساعدني في البيت، لكن انها تطبخ يعني حتى انا ما استصغش اني اكل. يعني حضرتك بتخشي المطبخ وبتعملي الاكلات بايد حضرتك، يعني كل حاجه انت بتعمليها عندي، عشان بحس بقى ان انا ايه بدي بيتي في الوقت ده. فلا بدخل المطبخ لحد دلوقتي، وانا وزيره كنت بقى من برضو الاكل واسيبه في الثلاجه، بس ما بطبخش كل يوم. مش هكذب واقول كل يوم بطبخ. يعني متنظمه ان مثلا 3 4 ايام الاكل كذا صنف بيطلع كل يوم حاجة، لكن ان انا اطبخ كل يوم دي اعتقد ولا حتى القعدة في البيت تكفي انك تفكري انا هطبخ ايه النهاردة، دي مشكلة لوحدها. صحيح. يعني صحيح. الحقيقة حياتنا على الارض هي سلسلة من التجارب، ما فيش حد عايش الا لما بيتقابله مجموعة من التجارب. لكن خليني النهاردة اعرف من حضرتك اكتر تجربة مريتي بيها، وازاي قدرتي تعديها، ازاي قدرتي ان اوكي مش هقف كتير عندها لكن برضو المسيرة هتمشي. يعني الحقيقة انا ما اذكرش تجارب مؤلمة حصلت لي، لكن في حاجات طبعا ما فيش حد حياته بتعدي كده، ايه كانت في الشغل او البيت. يعني اول ما اتخرجت مثلا انا كنت جايبة امتياز مرتبة شرف، بس كنت طالعة التالتة فاخدوا 2 بس، دي حسيت بيها بألم جدا طبعا. وقتها كان المعهد القومي الأورام لسه بيتكون وبيطلب معيدين، فالحمد لله التحقت بيها. ربنا عوضني ان انا يعني سبقت زمايلي في الترقيات اللي هم مشيوا عادي. تجربة تانية الحقيقة دايما بقولها ان ولادي انقذوني. ازاي ولادي انقذوني؟ ان انا كنت في امريكا وهم كانوا معايا، ومفروض ان في 30 اكتوبر انا هرجع، كان 1999، هم سبقوني ورجعوا القاهرة، رجعوا مصر. فانا من شوقي ليهم رحت مقدمة سفريهم، وكنت قاعدة وقتها عند اخويا، قاعد اخويا ولاده يقولوا لي لا خليكي بقى، ده سبت وحد وهنخرج لا. وانا مش عارفة ليه على يوم واحد قلت لهم بناتي وحشوني ورحت مقدمة اليوم ده، وده كان اليوم اللي الطيارة الشهيرة وقعت فيه اللي أنا كنت هركبها. ففي حاجات كده ربنا بيدبرها لنا. يعني لو كنت أنا ما قدمتش اليوم ده عشان خاطر حب بناتي كنت وقعت. كله بيجي بترتيب ربنا. صحيح يا دكتورة. صحيح. طيب بالنسبة بقى البنات حضرتك، يعني انا شايفه ان حضرتك بتتكلمي عنهم كتير، وطبعا ولاد اي حد فينا بيبقى ليه تاثير في حياته كبير قوي، خصوصا لما ماما تبقى وزيره. يعني مثلا ماما انا عايزه اشتغل الشغلانه الفلانيه اتوسطي لي، انا عايزه مثلا ابقى مثلا في الجامعه الفلانيه ومجموعي ممكن ما يسمحش، يقول لك لا ما اصلي ده ابن وزير او دي بنت وزيره، لازم يكون كل حاجه متاحه ليهم. يعني احكي لنا عن بناتك وازاي حضرتك ربطيهم بطريقه ان هم ما يعتمدوش على فكره ان ماما وزيره ويبقوا زيهم زي اي حد. انا بناتي اشتغلوا قبل انا ما ابقى وزيره، عمرهم ما استغلوا اسمي، وبيتضايقوا قوي حتى لما يعني حد يعرفني كوزيرة قدامهم. يعني يمكن جوزي يحب يعرفني كوزيرة، فهم لا ما بيحبوش كده. عمرهم ما طلبوا مني أي فيفر كوزيرة، بيراعوا جدا إن اسمي ما يكونش بيجي في أي واسطة. هم ناجحين لوحدهم مش مستنين نجاحي. تاني حاجة يعني هم عندهم، أو أنا دايما أقول اللي بيتعين بواسطة وقت الواسطة ده ما يتشال، ما يموت، ما يبعد، الدنيا هتتقلب على اللي تعين بواسطة. فلازم أي حد بيتعين بنجاحه بمجهوده. فأنا بجد مش بقولها كلام، هم عمرهم ما لجأوا لي إن أنا وزيرة أتوسط لهم في حاجة.
نشكر حضرتك جدا بجد يا دكتور، يعني كلام حضرتك يعني فعلا رمز للأم والمرأة القوية والعاملة واللي عرفت فعلا تدي بيتها وتدي بناتها وولادها كل طاقتها وكل ما عندها، وأكيد ده طبعا باين في حياته. خليني أفكر مشاهدينا سؤالنا بتاع الحلقة النهاردة، امرأة موجودة في حياة السيد المسيح غير السيدة العذراء بالترتيب أو بالتسلسل التاريخي، وطبعا مستنيين إجابتكم على صفحة سي تي في إيجيبت على السوشيال ميديا، وده هيكون لي جايزة، هيجينا مجموعات من الإجابة أو ناس كتير هتبعت لنا، هيكون معانا كل الإجابات بتاع أو كل الأسامي اللي جاوبوا علينا، وهنختار منهم اسم فايز واحد، وشركة بيتر هاوس الاستثمار العقاري بتقدم له جايزة قيمة. نشكرك جدا يا دكتور، نورتينا وسعداء جدا في يوم زي ده، في يوم فعلا احنا عيد القناة وبحضور حضرتك العيد بقى عيدين، كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيبة، وكل الشكر لدكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل يا ميرفت، بس الفاصل. بعد الفاصل هيكون معانا مفاجأة. اطلعي الفاصل، هيكون معانا مفاجأة بعد الفاصل، هي مقدمها لنا الضيفة بتاعتنا، مقدمها لنا لسي تي في وبرنامج من يجدها. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. سلام حلوة يا سيدي.